واحد من أهم أساتذة العلوم السياسية في العالم العربي، واحد من الناس اللي ساهمت إسهام حقيقي بل وبالغ الأثر في إخراج مجموعة من عقول السياسة وأساتذة العلوم السياسية المصريين والعرب، بداية من إنه وقت ما كان أستاذ للعلوم السياسية فعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فاسم كبير وعلم مهم في السياسة، دكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية الحائز على جائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية. يا دكتور علي، ألف مليون مبروك. ألف مبروك يا أستاذ يوسف، ألف مبروك. ألف مبروك على حضرتك. الله يبارك فيك. والله العظيم فرحة ما بعدها فرحة بالنسبة لي، أنا فرحان جدا 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 بأنه يعني حضرتك خدت هذه الجائزة، واللي أظنها جائزة دائما رفيعة عند المصريين وغير المصريين. صحيح صحيح. وأكبر حاجة دلوقتي أنت في البرنامج ان انت كنت قبلي جايب الاستاذه نوره جايزه الدوله التشجيعيه، يعني واحده في مقتبل عمرها في العطاء والابداع، وجايب واحد بقى اوشك على نهايه. ابدا 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 ابدا، بالعكس، جايبين دكتور علي الدين هلال الذي ما زال يعطي حتى هذه اللحظه، وجلسات واروقه الحوار الوطني تشهد يا دكتور، مؤلفات الدكتور علي ووجوده. أشكرك يا يوسف. يا فندم ما تقولش كده، ده احنا بنشوف حضرتك كل الجيل بتاعي والاصغر والاكبر بنجري على حضرتك لمجرد بس المصافحه، مش بس للاستزاده من علمك يا دكتور، ما تقولش كده. أشكرك. ربنا يخليك يا دكتور علي. أهمية هذه الجائزة إيه بالنسبة للدكتور علي الدين هلال؟ أهمية هذه الجائزة إن هو نوع من، نقول إيه مثلا، من الاعتراف، من التقدير من جانب الجماعة الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة الممثل للدولة، اعتراف وتقدير بدور أو بعطاء شخص ما قضى حياته سواء في الجانب الفكري والثقافي والجامعي أو في جانب الإسهام العام في المجتمع وفي المجتمع المدني وفي الإدارة والدولة، إن المجتمع بيقول لك متشكرين، إن المجتمع بيقول لك والله أنت عملك على مدى نصف قرن يعني أسهم أو بقى صحيح له دور إيجابي معين أو أسهم بتقدم معين في المجتمع، وإحنا مقدرين هذا. طبعا ده يعني بيبعث البهجة، ويعني الإنسان يشعر بأن حياته لها معنى، أو إن عمل اللي قدمه للمجتمع يعني أثر صحيح أو أسهم صحيح في إنه يجعل حياتنا أفضل أو نتقدم أكثر إلى الأمام، إن في ناس تعلمت من اللي أنت قلته، تأثرت بأفكارك، ربما ده جعل حياتها أفضل، ربما جعل قدرتها على العطاء أكبر. ده شعور جميل جدا، يعني لما الإنسان بيشعر إنه أعطى سواء لبلده مباشرة أو لأشخاص قدموا لبلادهم. صحيح صحيح يا دكتور، وعشان كده أنا هاخد من كلام حضرتك متشكرين بجد. شكرا يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور. كل الشكر للدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية الحائز على جائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية. الدكتور علي الدين هلال يا سادة كرام، رجل من تحت إيده مباشرة خرج المئات المئات من خريجي وباحثي العلوم السياسية في مصر والعالم العربي كله.